مرحبا، اليوم سوف نتحدث عن نظرية الضفدع والماء المغلي. ربما عند سماعك باسم هذه النظرية سوف تشعر بالغرابة، ولكن يقصد بهذه النظرية كيف يمكن أن تؤثر على الآخرين، وهي باتباع سياسة النفس الطويل. إذن لنتعرف الآن على مصدر هذه النظرية. كان هناك أحد العلماء يعيش في أحد بلاط الملوك، وكان يدرب الأمراء على تولي المناصب المهمة في الحكم. وفي أحد الأيام طلب من أحد الأمراء بأن يقوم بغلي ضفدع، فاندهش الأمير من ذلك ولكنه أصر على فعل ذلك. فقرر الأمير إحضار دلو وملأه بالماء الساخن، واصطاد ضفدع وحاول وضعه في الماء الساخن، وما شعر الضفدع بالماء الساخن إلا قفز هاربا بعيدا، فاندهش الأمير من ذلك وعاد مسرعا إلى العالم ليخبره ماذا حصل بالضبط، ليطلب منه المشورة. فأخبره العالم بأن الأمر بسيط جدا، فأحضر دل وملأه بالماء البارد وأشعل نارا تحته لا تكاد تدفئ ما حولها، ووضع الضفدع داخل الماء البارد، وبدأت درجة الماء تزداد تدريجيا إلى أن وصلت إلى درجة الغليان، ولم يستطع الضفدع القفز للهرب ومات داخل الدلو. إذا نستنتج من هذه القصة بأن الضفدع لا يشعر بالتغيير التدريجي الحاصل من حوله حتى لو كانت نهايته، وهي تستعمل لتفسير أفعال الناس على التغيرات الهامة الحاصلة من حولهم. فهي بأن وضعنا الضفدع داخل ماء دافئ أو حار سوف يقفز مباشرة، أما إذا وضعناه داخل ماء دافئ وأشعلنا النار من تحته سوف يشعر بالاسترخاء ولن يشعر بالخطر الحاصل له وسيموت. في الحقيقة كلنا مثل هذا الضفدع المستسلم الذي يرقص بسعادة وهو لا يدري بأنه على وشك الانتحار، في حين أننا لا نراقب ماذا يحدث فينا وفي محيطنا. حين نستسلم للظروف التي من حولنا سوف تقل حركتنا وتغتال طموحنا ولن نشعر بالخطر، سوف نذبل ونموت في بطء حتى أننا لا ندري بأننا نحتضر. كلنا تلك الضحية النائمة التي لا تدري ماذا يحدث من حولها في رحلة الشك واليقين، وهي الاستسلام لواقع العمل أو الرضوخ لمسكنات المجتمع. ربما نغيب عن الوعي العمر كله ونستيقظ إذ بقطار الزمن قد فات وذهب بعيدا، ويحمل به أعمارنا وأحلامنا وشبابنا، والنتيجة المأساوية بأننا نموت مثل الضفدع المسكين. إذن ماذا علينا أن نفعل؟ ربما أدركنا نحن الشباب لماذا في بلادنا نحن مغيبين ومقيدين عن الواقع، نحلم بأحلام غير واقعية. عرفنا سر إحباطنا وبأسنا وتشتتنا، إذن فلنقرر بأن لا نكون مثل الضفدع الذي يسلخ ويموت وهو حيا ولا يدري ماذا يحصل من حوله، وأن لا نكون فاقدين الوعي تسرق منا أحلامنا، بل نحب الحياة ولنحافظ على طموحاتنا ولا نكترث للسلبيات والضغوطات، ولنبقى يقظين ولا نخشى التحديات. فالسكون هي سمة الأموات، والخوف هي صفة الضفدع المغلي والتي سوف تكون له نهاية مأساوية ربما في سلة المهملات. إذن علينا أن نكون حذرين من التغيرات السلبية التي تحصل من حولنا حتى لا نخسر الكثير، وأن نربط نظرية الضفدع في كل نواحي حياتنا، وأن نقرر متى نقفز قبل فوات الأوان. فلنبحث دائما عن التغيرات، وإذا شعرنا بالخطر علينا القفز مباشرة وعدم الانتظار. يجب علينا البدء وعدم التركيز على الطبيعة المأساوية، وأن نتعلم من أخطائنا. فالأخطاء الوحيدة التي تلحق الأذى الحقيقي بالشخص هي الأخطاء التي لا نتعلم منها. فالأشخاص الوحيدين الغير قادرين على تصحيح أخطائهم هم الذين ماتوا فقط. إذن في النهاية يجب أن نقرر متى نقفز قبل أن تخور قوانا ونستسلم للواقع.